السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور علاء عطية من قناة العلوم الصيدلانية. إن شاء الله النهاردة هنتعرف عن الفواكه المجففة. الفواكه المجففة دي أو مكسرات الفواكه أو الدراي فروتس، الفاكهة دي هي الفاكهة اللي ما فيهاش مية، شالوا من جواها المية عن طريق إن هم عرضوها للشمس أو إن هم استعملوا أجهزة اسمها الديهايدريتورز أو المجففات او الفريز دراير، التجفيف بالتبريد. ده مش هنتكلم عنه النهارده. الفاكهه بعد ما بتتجفف ده بيساعدها ان هي تقعد فتره طويله صالحه للاستهلاك البشري. عشان يجففوها يا اما بيحطوها في مواد حافظه وبعد كده يبداوا يجففوها، يا اما بيجففوها زي ما هي، يا اما بيبداوا يحطوا لها الوان. في شويه حاجات صحيه حابب ان انا انوه عنها في الفاكهه المجففه. اولا عشان احنا نستهلك فاكهة مجففة يفضل ان احنا نكون واخدين بالنا كويس جودة الفاكهة المجففة دي، هل هي اورجانيك ولا محطوط عليها مواد كيماوية وبعد كده تم تجفيفها. وكمان لازم ناخد بالنا من الكمية اللي احنا هنستهلكها، يعني احنا ناخد بالنا ان الكمية اللي احنا هنستهلكها من الفواكه دي بتحتوي على السكر الفركتوز اللي مش كويس ان احنا ناخده بصورة كبيرة من الفواكه. كمان الفاكهة اللي مرت بعملية التجفيف لازم ناخد بالنا هل تم إضافة مواد حافظة عليها ولا لا. وكمان يستحسن ان احنا نتجنب الفواكه اللي بتبقى متحلية بالآخر بالسكر. وكمان يستحسن ان احنا نتجنب الفواكه اللي بتبقى ليها لون ساطع، لان دي بيبقى مضاف عليها مواد صناعية. وكمان لازم ناخد بالنا ان احنا نستهلك الفواكه المجففة باعتدال. طيب الفواكه المجففة دي هل هي فيها نفس الفيتامينز بتاعة الفواكه العادية؟ هي فيها جزء، هي فقدت جزء من الفيتامينز بتاعتها في التجفيف، في عملية التجفيف. طب هل يقع عليها نفس المشاكل اللي بتقع على الفواكه من حيث ان هي ممكن تتعارض مع الأدوية؟ ايوه، يقع عليها نفس المشاكل اللي ممكن تقع على الفاكهة العادية ان هي تتداخل مع بعض الأدوية. ناخد بالنا كمان ان هم في عملية التجفيف الخاصة بالفواكه بيحطوا لها في مرحلة من المراحل سكر، او بينوعوا الفاكهة من البداية في محلول سكري. المحلول وبعد كده يجففوها. المحلول السكري دوت بيساعد على نمو البكتيريا على الفواكه. واسيبكم مع الفيديو دلوقتي. انا في موقع اي باي عملت سيرش على درايد فروتس، ظهر لي طبعا ادي شكل الدرايد فروتس ده، برتقال، ده كيوي، فراولة، جوافة، موز، مانجو، هوت درايد ب$20، بيتباع بالكيلو $26. كيوي مجفف، ليمون مجفف زي ما احنا شايفين. دي كلها الحاجات اللي بتتجفف. طيب طريقة التجفيف في المنزل ازاي، وطريقة التجفيف في المصانع ازاي؟ في موقع كمان معانا اهوت، ادي كده بيباع فيه الفواكه المجففة، حتى الجنزبيل بيتجفف وبيتحط عليه سكر زي ما احنا شايفين. الموز بيتجفف، وطبعا عشان بيحافظوا على اللون من الاسمرار ان هما بيحطوه في فيتامين سي، عصير ليمون. عندنا التفاح اهوت، وعندنا كمان الرمان. البابايا، الطماطم والبرتقال، الخوخ، الفراولة، كل الحاجات دي بيتم تجفيفها. مانجو زي ما احنا شايفين اهو بتتقطع شرايح، يبدأوا يحطوهم بقى جوه الديهايدريتور لمدة 24 ساعة. بعد كده هي بتطلع معانا بالمنظر دوت، يبدأوا يعملوها تعبئة. زي ما احنا شايفين كده المانجا بتتاخد وبتتضرب زي ما هي في الخلاط وبدون إضافة عليها أي مية أو سكر، وبعد كده تتاخد وتتحط كده بالمنظر دوت زي ما احنا شايفين، وتدخل الديهايدريتور، هتطلع معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده.
تبدأ تتقطع شرايح زي شرايح قمر الدين، يبدأ يقصوها ويحطوها بالمنظر دوت، ويتم تقديمها بهذا الشكل. الفواكه بتتقطع وبتتحط في الديهايدريتور زي ما احنا شايفين كده طبقات، وبيشتغل من 18 ل 24 ساعة، بيقوم بتجفيف الفواكه اللي احنا شايفينها او حطيناها جواها. وبتخرج معانا في الاخر بالمنظر دوت، برتقان كل دوت مجفف اهوت زي ما احنا شايفين، وطبقات اهوت. الفاكهة بتتغسل الأول وبعد كده ايه الفاكهة معانا، بيبدأوا جهاز بقى يقطعوها طبعا في شغل المصانع، صورها كويس، تخرج بالمنظر ده. ده كده المنظر النهائي بتاع الفاكهة دي، المانجا السلايسز بتاعت المانجا بعد ما بتتعمل زي ما احنا شايفين. هذه نقطة السكر بقى اللي انا قلت بتتحط على الفواكه المجففة. المانجا بتتضرب زي ما هي وتبدأ تتحط في صواني، وتخرج الصواني دي تتحط في الديهايدريتور وتخرج بالمنظر اللي احنا شفناه. زي ما احنا شايفين خرجت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، تتقص وتتحط، ويبدأ التعبئة والتغليف. دي فواكه مجففة وتبدأ تتفرم، وبعد كده بيحطوها في سكر باودر ويبدأوا يعبوها بعد كده زي ما احنا شايفين كده، بتتقطع اهيت بالمنظر دوت. درايد فروتس اللي احنا شايفينه دوت، ده موز مجفف بيدخل ويتقطع ويبقى بالمنظر دوت. بعد كده التعبئة، ده الخاص التعبئة الخاصة بالمانجو وبالفواكه المجففة، خوخ، برتقان، تفاح، تين. بصراحة يا جماعة أنا دورت في موقع جوميا وسوق دوت كوم على الديهايدريتورز ما لقيتهاش، أو المجففات ما لقيتش، فدورت في موقع إي باي على المجففات، لقيت موجود ب 44 دولار، ولقيت ب 46 دولار. بالنسبة للمجفف اللي هو ب 46 دولار دوت، بيجي معاه قطع لتقطيع الفواكه وعليه ضمان لمدة سنة. غير كده وكده اللي انا شايفه ان هو ممكن الشحن لمصر، وبالتالي ممكن الشحن للدول العربية. انا هسيب رابط الجهاز دوت في صندوق الوصف، واتمنى ان انتوا تكونوا قضيتوا وقت مفيد وسعيد، وصلوا على الحبيب القلب يطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.